نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2. واستهدفت كذلك هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية سوف تنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين وانتصارا لدماء إخواننا في لبنان، وأنها بعون الله تعالى لن تتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان. اوعك الرصاصين تيجي علينا. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.